يرأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقر مجلس الوزراء. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومدى متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها.